بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. اليوم خميس 4 ذي القعدة 1441 هجرية، الموافق 25/6/2020 ميلادية. ومن كلية تقنيات الطاقة شقرة، القسم العام، الفصل الأول، المادة اللغة العربية والدراسات الإسلامية. اليوم نكمل المحاضرة السابعة، وهي المحاضرة الأخيرة في المقرر الدراسي. المحاضرة السابعة هي أهمية دراسة الثقافة الإسلامية. أهمية دراسة الثقافة الإسلامية. في الجزء الأول من المحاضرة الفائتة تعرفنا على أهمية دراسة الثقافة الإسلامية، وعرفنا أن لها ثلاثة أهداف ذكرناها شرحناها في المحاضرة الأولى في الجزء الأول المحاضرة، وتعرفنا على المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة الثقافة، ثم تطرقنا إلى تعريف الثقافة والتعريف المدنية وتعريف العلم وتعريف الحضارة، وعرفنا أن المصطلحات الثلاثة هذه المدنية والحضارة والثقافة قريبة في المعنى من بعضها، قريبة في المعنى، فما الذي ينبغي مراعاته عند التفريق بين المصطلحات الثلاثة المدنية والحضارة والثقافة. هنا يرجع فيه إلى الدلالة اللغوية في المعنى، للتفريق بين هذه المصطلحات يرجع إلى الدلالة اللغوية في المعنى. فالثقافة تطلق على الجانب المعنوي من المعارف والخبرات والعلوم والآداب. الثقافة تطلق على الجانب المعنوي من المعارف والخبرات والعلوم والآداب. أما المدنية فهي تطلق على الجانب المادي من الوسائل التي تستخدم في رفاهية الأمة. المدنية تطلق على الجانب المادي من الوسائل التي تستخدم في رفاهية الأمة. أما الحضارة تشمل الجانبين، الجانب المعنوي والمادي، فهي أعم. تطلق الحضارة على الجانبين اللي هو الجانب المعنوي والجانب المادي، فهي أعم. تطرقنا في المحاضرة الأولى في الجزء الأول المحاضرة على تعريف الاصطلاحي للحضارة، وقلنا هي حصيلة ما قدمته أمة خلال حقبة تاريخية من المعارف والعلوم وما استخدمته من وسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي. فهذه الحضارة كل أمة لها حضارة، الأمة العربية لها حضارة، الأمة الفارسية لها حضارة، الأمة الهندية لها حضارة. هذه الحضارات منها ما كانت حضارة لمصلحة الشعوب، ومنها ما كانت استخدمت ضد مصلحة الشعوب. لذلك نجد أن القرآن الكريم ذكر بعض هذه الحضارات، فمنها حضارات مدحها القرآن وحضارات ذمها القرآن، حضارات مدحها القرآن وحضارات ذمها القرآن. فما هي الحضارات التي مدحها القرآن؟ الحضارات التي مدحها القرآن ولماذا مدحها؟ والحضارات التي ذمها القرآن ولماذا ذمها؟ نأتي أولا إلى الحضارات التي مدحها القرآن الكريم، اللي هي حضارات داود وسليمان عليهما السلام، والحضارة التي أقامها ذو القرنين. هذه حضارات مدحها القرآن. لماذا مدحها؟ لأن هذه الحضارات أقامت العدل بين الناس، وأشفقت على الضعفاء، وأخذت على يد الظالمين، واستخدمت التقنية المادية التي توصلت إليها في إحقاق الحق ودفع الظلم ورفاهية شعوبه. إذا هذه الحضارات كانت لمصلحة الناس. أما الحضارات التي ذمها القرآن الكريم اللي هي حضارة قوم عاد بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وحضارة قوم ثمود بمدائن صالح وهي شمال الجزيرة العربية،
حضارة الفراعنة في مصر، حضارة الفراعنة في مصر.